انت حبايبك كتير. معانا رئيس تحرير الاهرام الرياضي الاستاذ خالد عبد المنعم، بنتكلم معاه. قال ده انا لازم اتكلم واقول حاجه للاستاذ ابراهيم. اتفضل يا سمير. الاستاذ ابراهيم حجازي طول العمر كان بيكتب مقاله خارج دائره الضوء، لكن هو كان بالنسبه لنا كلنا داخل دائره الضوء طول الوقت، لان هو كان بالنسبه لنا مش مجرد الاستاذ اللي بيعلمنا، ومش مجرد القائد اللي بيقول لنا كل حاجه بنعملها في حياتنا، مش بس في الصحافه، لكن هو بالنسبه لنا كان رمز، وطول الوقت كان رمز وهيفضل رمز، لان الاهرام الرياضي طول تاريخها تروستها عليه الاستاذ ابراهيم حجازي لحد دلوقتي، وكلنا ممتنين جدا ليه، وكلنا مدينين ليه بالكتير. وعشان كده كلنا اي حد ما اعتقدش جه المكان ده من غير ما يكلم الاستاذ ابراهيم حجازي ويقول له وياخد مشورته ويسمع كلامه لحد دلوقتي. الاستاذ ابراهيم حجازي بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا، وبالنسبه للصحافه الرياضيه، لان هو نقلها نقله كبيره جدا، ونقل مكانه الصحف الرياضي لحاجه مهمه جدا. يمكن من الاستاذ ابراهيم من اول ما دخل الصحافه الرياضيه كان هو طبعا كان معروف طول عمره ان هو قائد، وكان ضابط في الجيش، وخد كتير جدا من المؤسسه العسكريه كقائد وكمدرس وكل حاجه بالنسبه لنا. يعني احنا بالنسبه لنا نعتبره معلم، لان هو الراجل اللي فهمنا كل واحد نعمل ايه ونقول ايه ونتكلم في ايه، وحتى لحد دلوقتي كلنا بنساله. انا شخصيا بحاول دايما كل اسبوع ان انا اتكلم معاه، لان هو بالنسبه لي، انا مش عايز اكبره طبعا، هو بالنسبه لي الاخ الاكبر، وبالنسبه لكل الناس يعني. عشان كده انا بقول له ربنا يديك الصحه وطول العمر ويخليك لينا، لان انت طول الوقت احنا كلنا هنفضل مدينين ليك بالكتير، سواء في حياتنا العمليه او في حياتنا الشخصيه، لان انت بالنسبه لنا القدوه والمثل ان شاء الله. تعليقك يا استاذ. عايز اقول خالد، بشكرك يا خالد على الكلام ده، وخالد وربنا يعينك يعني. ودلوقتي الحقيقه انا يعني برضو انا كنت موجود في فتره ما كانش فيه السوشيال ميديا، ما كانش فيه التليفون المحمول، ما كانش فيه حاجات كتيره لزحمه الصحافه. حاليا المساله بقت صعبه جدا مع المشاكل، الغلو، المستلزمات، مع حاجات. فعايز اقول له ربنا يكون في عونك يعني، واداه وقدود، ويعني كل واحد في الاهرام الرياضي قادر ان هو يقدر يقوم بالمجله دي كلها، وارجو ان كنت تكملوا المشوار يعني.